شباب امتحان ايه النهارده؟ كنت اجنبي. الدراسه كانت عامله ايه؟ اجنبي الحمد لله كانت سهله وجت من اللي انا ذاكرته الحمد لله. الامتحان كان في مستوى طالب متوسط ولا ال مستوى طالب متوسط؟ طب الوقت كفى ولا كان قليل؟ الوقت كفى وزياده، احنا خارجين بعد نص الوقت بربع ساعه. طب النظام البروفي كان كويس مع الامتحان ده ولا تحب النظام القديم؟ الامتحانات برده كانت قصيره، المفروض يطول حجم الاجابه شويه. طب تحب تقول ايه لوالدك ووالدتك النهارده؟ والله شكرا 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 جدا على مساعدتك. خليت وصلتني لحد هنا والله، وصلت لحد الامتحانات الفلوس اللي صرفوا عليا وصرف بتاع 25,000. ربنا يوفقك ان شاء الله. ايه؟ محمود مجدي؟ محمود امتحان ايه النهارده؟ الامتحان كان عامل ايه؟ كان طويل ولا كان ايوه كان جميل الامتحان كان جميل. لا والله كنت اقول له هات سؤال ما يقلب على طول. الله اكبر عليك، انت جاي تمتحني على الوقت كفاك ولا ايه؟ الوقت كفى؟ لا ما كفاش. كفى كفى ما كفاش، ده ماشي كفى ولا ما كفاش؟ كذاب وماشي في اخر الوقت. الوقت كفى ولا ما كفاش؟ الوقت كفى يعني. الامتحان في المجمل كان في مستوى الطالب المتوسط ولا فوق المتوسط؟ لسه طالع ازاي؟ كمان في ناس تقول ان السمك كان كده صعبه وبتاع، مفيش الكلام ده خالص. طب النظام البوكر كان حلو مع الامتحان ولا تحب النظام القديم احسن؟ لا كان سهل. لا لا هو النظام الجديد احسن بكتير، موصف الوقت خلصت في ساعه ونص. تصرفت قد ايه على الدروس الخصوصيه طول السنه؟ حوالي عديت ال 40,000. ايه عديت ال 40؟ لا 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 30. تحب توجه لهم رساله؟ تحب تقول لهم رساله؟ هو مش رساله يعني. تحب تقول لهم ايه يعني؟ طب لا يا رمضان لو مش عارف، مش لاقي كلام اقول الصراحه، كلام كتير يتقال.